هنا سوريا. هموم طلابية شتوية وكتب وأوراق لم يعد هناك متسع لها. المدينة الجامعية حكاية رويناها في زمن ما، ومن كثرة أحاديثنا عنها نسيناها، ولكن أربع جدران تتقاسمها ثمان أجساد لفتيات نادتنا بقوة، وخمس أسرة قديمة مع توقيع وبصمة للحفاظ على رداءتها لم تسمح لفراش أسرتنا أن ينعم بالراحة. النسبة الأكبر من الضغط هو من طلاب جامعة دمشق القدامى اللي كانوا غير قاطنين في العام الماضي في السكن الجامعي. هن اللي شكلوا الضغط الأكبر على السكن الجامعي، فاضطرينا نعقد مجلس إدارة وناخذ قرار برفع الطاقة الاستيعابية بالمدينة الجامعية للحد الأقصى. يعني الغرف اللي كان فيها اثنين صار فيها أربعة، الغرف اللي صار فيها اللي كان فيها خمس طلاب رفعنا الطاقة الاستيعابية لثمانية أو في بعض الوحدات لتسع طالبات. فتم هلا التوجيه يعني بتأمين حوالي 5000 فرشة. في إجراء يعني مراسلات بين إدارة المدينة وبعض الجهات لتأمين عدد كافي من الأسرة. في ضغط كبير لحد الآن، نحن يعني عم نحاول قدر الإمكان أن نأمن كل الطلاب المتقدمين للسكن ضمن هالظرف الحالي. نحن هلا أكيد إذا بدنا نبني وحدات سكنية ما رح تنبنى بيوم ويومين، يعني الوحدات اللي عم نستلمهم هلا نحن بسكن الهمك المفروض كنا نستلمهم من 5 سنين استلامنا، يعني بدأ إنشاؤهم من أكثر من 10 سنين. فيعني التوجه انه للبناء وحدات جديده موجود، اما المهل الزمنيه ممكن تاخذ سنوات يعني حتى يتم هذا الموضوع. نحن هلا ضمن الظروف عم نتصرف ضمن الامكانيات، يعني عم حاولنا نتصرف. يعني احنا السنه الثالثه انا الي بالمدينه، العام الماضي والعام اللي قبله ما في طالب قدم بطلب سكن للمدينه الجامعيه الا وتامل له سكن، يعني ما في طالب اجى وما قدر يسكن بالمدينه الجامعيه. وهلا السنه حتى الان احنا يعني بعدنا ضمن اطار قبول جميع المتقدمين، حتى الان ما في طالب راجع على السكن الا ما امنا له سكن مؤقت او سكن دائم اذا كان مستوفي للشروط. وهلا خلال فتره الاسبوعين ان شاء الله اذا استلمنا الوحدتين الجداد بتوقع انه ممكن نستقبل جميع الطلاب من دون ما يكون في عندنا اي مشكله. يعني مشكله التدفئه هي اهم شيء، بعدين المي السخنه كمان ما عم تجي، الضغط بالغرف، وما في يعني تحس مو جو دراسة السنة، خصوصا يعني على الضغط اللي عم يصير بالسكن. المكتبة منيحة، يعني جو دراسة برا المكتبة ما في، الغرف تمام، خدمات كويسة، بس كتير في ناس يعني فوق بعض، أبدا ما في أي شيء يعني برا الغرفة تبدأ الحياة، جوا الغرفة ما في حياة. بتخوتي بالنسبة للأسرة يعني كثير صغيرة، تمام؟ والأوض يعني فيها أحيان أسرة بتكون عددها كثير كبير والأوض بتكون صغيرة، هاي من سيئاتها. وأيضا بالنسبة للنظافة ما في نظافة بشكل، يعني هلا ممكن إحنا الطلاب يعني لازم يكون البادر منا، بس ما في نظافة أبدا بالطوابق كعامة، مش بس بالأوض، عرفتها بالكردورات وبالحمامات وبالأوض الداخلية، صراصير وجنادين وكذا. أي هلق بالنسبة للإيجابيات إنه راحة تأمين، يعني هلق في ناس ما يعني مثل أني مثل محافظة أخرى إنه بكفي إنه في إلي أوضة هون. هموم جامعية بطريقها إلى الحل، وأخرى لا تزال تختبئ بين غبار الأسرة وصفحات الكتب مع بقاء الأمل بوجود سرير جامعي دافئ مستقبلا. من أمام إحدى الوحدات الجامعية لأخبار هنا سوريا، لميس حسين. هنا سوريا.